السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انت تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. حكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم واحد البغيوش اللي كيحمق، سهل جدا، كيوجد بسرعه بدون دلك، كيجي غزال البنات، كيجي خفيف مقطن بحجم عائلي، كيجي اكثر من رائع البنات، كيجي بحال الريشه، كيجي حسن من الكيك، كيجي حسن من الشنيك، رائع البنات، ما تشبعوش منه، كيجي ألف مره محسن ديال المخابز. الشكل ديالو غزال حتى المذاق. بقاو معايا وشوفوا مقادير والطريقه ديال التحضير. نتمنى تشجعوني بلي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب، شعل الفائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا كل خير وفرجه ممتعه. بسم الله، نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير هذا البغيوش، عندي كاس ونصف ديال الحليب اللي كيكون دافي ما يعادل 300 مللتر، نصف كاس ديال السكر ما يعادل 80 غرام، تقدر تزيدو او كتنقصو. الا بغيتو تاكلوه يعني مع الجبن مالح او شي حاجه كتنقصو السكر. الا كتعجبكم الحلاوه اكثر تقدر تضيفو اكثر من نصف كاس. درت زوج بيضات، يعني درت بيضه كامله وبيض بيضه، واحد الصفار خليته للتزيين. عندي زوج معالق كبار ديال ياغورت طبيعي او الزبادي بدون سكر، تقدر دير حتى يعني الياغورت نكهه الفاني، تقدر تستغنوا عليه، ماشي ضروري ديرو الا ما توفرش عندكم الياغورت، تقدر تستغنوا عليه، غير هو باش كيعطينا مذاق زوين اكثر وكيعطينا يعني البغيوش كيبقى رطب لمده طويله. عندي ملعقه عامره مزيان ديال الزبده وحاره المطبخ ما يعادل واحد 60 غرام، الا كانت حيواني كيكون افضل، كيعطينا واحد المذاق زوين. عندي ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه وخميره ديال الخبز، ساشي ديال الفاني، عندي قليل من الملح واحد ربع ملعقه، عندي الدقيق او الطحين او الفرينه اللي منخول على حساب الخليط. غنمشيو للطريقه اللي سهله جدا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه الحليب كيكون دافي، كنضيف السكر، خميره فوريه، غنضيف الفاني، غادي نخلط الخليط باش كدوب معانا ديك الخميره. غادي نضيف هاد الياغورت، البيض، وغادي نخلط هاد العناصر حتى كينسجمو مزيان. الزبده كنخليوها حتى الاخير. دابا بقى نضيف الدقيق وكنخلط، غادي نضيف هذا الملح. طريقه سهله جدا، كنتحصلوا على واحد البغيوش اللي كيجي رائع للكوتي او الفطور، كيجي غزال البنات. فيش الخدمه كما كتشوفوا بدون دلك ولا عجن. بالنسبه للبنات اللي كيعجب لهم هكا البغيوش مع في الفطور مع الصباح، كتعجنوه في الليل وكتخليوه واخا اختمر، يعني ما كديروش بزاف، كتنقصوا في الخميره شويه ديال الخميره الخبز مثلا، كديروا غير نصف ملعقه صافي، كتغطيوه وكتخليوه حتى للصباح. الصباح غير يعني غير كتشكلوه تخليه يختمر مره ثانيه صافي، وكطيبوه ما كياخذ معاكمش وقت طويل، راه يوقع له ولا الابات كامله اختمر، بالعكس كيجي احسن. كندير هكا الدقيق شويه بشويه اللي عندي المنخول، وكنخلط هكا فوي حتى كتقصح العجينه، عاد كنبدا نخدم بيدي. ملي كتصبح هكا صافي، دابا غادي نستعمل ايدي. نجمع هكا بيدي حتى كنحس على القوام اللي بغيت، اللي كيكون شويه خفيف كيتلصق شويه في يدي، مش كيجينا بغيوش خفيف وزوين. صافي، ملي جمعت العجينه خصها تكون هكذا. يلا انا غير جمعت راه عاد فيها الدقيق، دابا غنضيف هاد الزبده.
صافي غنحاول ندخلها في العجينه. غادي نخدم العجين حتى كتنسجم ليا ديك الزبده مع العجين كندخل فيها هكذا كترجع علينا. صافي ملي دخلت فيه الزبده كترجع العجينه كترجع رطبه كتجي زوينه بزاف. في الاول ملي بالنسبه للمبتدئات ملي كدير داك الزبده كتبان لكم العجينه راه كتقطع راه ما عليها ولا غير كتستمر حتى كتدخلوا داك الزبده صافي كتحصلوا على هذا القوام. صافي غير كتدخل داك الزبده كترجع هكا رطبه صافي كتحبسوا عليها كتغطيوها ما كندير يعني ما كنعجنوها ما كندلكوها لا والو كما عودتكم. صافي غادي نغطيها بلاستيك ونخليها حتى تختمر ويضعف الحجم ديالها. بالنسبه للكميه الدقيق انا خدت لي 630 غرام ديال الدقيق ما يعادل 6 الكؤوس وربع ديال الدقيق ثم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. اول عجين ملي اختمر ضعف الحجم ديالو ضروري يختمر هكذا باش كيجي لنا بغيوش زوين. غادي نحيد له هذا البلاستيك غادي نرش سطح العمل بالدقيق باش نحط عليه العجين. صافي كنجمع هكا العجينه كنخرج منها داك الهواء اللي كيكون فيها. ضروري نستعنوا بالدقيق لان يعني العجينه كتكون رطبه كتكون شويه كتلصق. صافي غادي نقطع هكا كويرات صافي كنهز هكا هاد العجين اللي قطعت هكذا كنشكلهم هكا كويرات. وكنحطهم هكذا على سطح العمل كيكون مرشوش بالدقيق باش ما كيلصقوناش. العجينه ساهله ورطبه كلها فقاعات باش تعرفوا العجينه راه ناجحه كما كتشوفوا واخا ما دلكناهاش. صافي ملي شكلت العجين كويرات كنجيب هكا اللي درت في الاول كنبدا نبسطهم غير بيدي. تقدر تخليوه هكذا تقدر تعمروه باي حاجه بغيتوها بالشوكولا ديال الدهن بالجبن اللي بغيتو. الا بغيتو ديروا الجبن كتنقصوا السكر الا بغيتي يجي لكم مالحين. الا بغيتو مره اخرى نديرها لكم مالحين خليوها لي في التعاليق. انا غندير غير هاد الشوكولا ديال الحبابات كندير هكا شويه ديال الشوكولا وكنجمع هكا الكويره كنرجع نجمعها وكنخليهم هكا على جنب. كما قلت لكم ديروا اي حاجه بغيتوها. كندير هكا الشكاط وكنضغط عليها باش كيدخل لداخل. انا ما بغيتش داك الشكل تبان لي في الوجه من الفوق. الا بغيتو يعني تبان لكم في الوجه تقدر يعني ملي كتخرجوا الهواء من العجين كديروا تزيدوا تضيفوا لهاد الحبوبه ديال الشوكولا وكتدخلوها في العجينه صافي وكتشكلوه. بالنسبه للكويرات انا درت 14 القطعه ديال الكويرات. ملي درت كلشي شكلات في الكويرات دابا كنجيب المول ديال الكيك اللي دهنته هكذا درت فيه ورق ديال الزبده ودهنته هكا مع الجناب بالزبده غادي نخليه على جنب. دابا غادي نبدا ديك الكويرات اللي درت في الاول كنبسطهم هكذا بهذه الطريقه. اما كديرهم غير هكذا او كدهنهم بالزيت او انا ندهنهم بالزبده اللي ذوبتها زبده حيوانيه كتعطيني واحد المذاق كيجي رائع البنات وكيجي بغيوش زوين. كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار ديروهم هكذا يعني ما ديرهم حتى شي حاجه دهنهم بالزيت او كدهنهم بالزبده اللي متوفر عندكم. انا غندهن هكا غير بشويه ديال الزبده ماشي بزاف. صافي
صافي وكنحطهم هكا في المول بهذه الطريقه. غادي نبسط وحده اخرى. غادي ندير نفس الطريقه، غندهنها بشويه ديال الزبده، ما تكتروش بزاف غير باش كيعطي واحد المذاق كيجي زوين بزاف. كنحطوها نصف ديالها هكا من الفوق، وغندير واحده اخرى وكنستمر هكا تحت غادي نكمل كلشي الكويرات. الطريقه سهله وسريعه، كنتحصلوا على واحد البغيش اللي كيجي يعني واحد المذاق اللي نقول لكم اكثر من رائع بهذه الطريقه. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل كلشي الكويرات. صافي ملي كملت كلشي الكويرات استفتهم هكذا، دابا غادي نغطيه ونخليه حتى يختمر. اول بريوش ملي اختمر يضاعف هكا الحجم ديالو، كنجيب هذاك الصفر ديال البيض اللي احتفظت به ضفت عليه واحد القليل من الحليب، غادي نحركو هكا مزيان وغادي ندهن به البريوش. كندير هكا غير بشويه باش ما كنهودلوش هذاك الاختمار اللي فيه، باش كيجي الشكل ديالو زوين. الفران درتو يسخن، سخنتو على 250 درجه. ملي غادي ندخل غادي نقص عليه، صافي ملي دهنتو هكا مزيان كامل تقدر تخليوه هكذا، تقدر تزينو باي حاجه بغيتوها، بالجنجلان السمسم اللي بغيتو نتوما اللي كيعجب لكم. انا غندير لوز ايفيلي، كيبقى لكم الاختيار، كتزينو باي حاجه متوفره عندكم او كتفضلوها، حتى بالزنجلان كيجي زوين. وحده غندير لها هكا اللوز ايفيلي، وحده غادي نخليها هكذاك. صافي ملي كملتو هكذا غندخلو الفران كما قلت لكم اللي سخون على 250 درجه من تحت والفوق، غادي نقصلو على 200 درجه او 180 درجه، غادي نخليه حتى كتيب ويتحمر ونرجع معكم. اول بنات البغيوش ديالي ملي تاب وتحمر كيجي اكثر من رائع البنات. ملي خرجته من الفران خليته في المول، غطيته هكا بواحد الفوطه، كنخلي واحد المده ديال 5 دقائق باش كيرجع هذيك السخونيه باش كيبقى رطب. ملي حيته درت على شي سكر خليه كيبرد، دهنته هكا بالمربى باش كتعطينا هذاك اللمعان. شوفوا البنات كي كيجي الشكل ديالو كيحمق البنات، وكيجي خفيف كما كتشوفوا هكا، كيجي يعني كبير بحجم عائلي، ولكن راه ملي كتهزوه كتحطوه في الطبق راه خفيف كيجي مقطن البنات، غزال ما تشبعوش منه. غادي نحل لكم تشوفوا كيجي من داخل، روعه البنات. شوفوا البنات كيجي اكثر من رائع، نقول لكم ش البنات كيجي مقطن. شوفوا البنات كيجي اكثر من رائع، يعني كلمة مقطن قليل في حقه. نتمنى كيبان لكم البنات، شوفوا كيجي رائع، واحد الحاجة اللي سمو نقول لكم غزال البنات. هكا الفطور او الكوتي الاطفال المدرسة غزال البنات. شوفوا لي كيجي رائع، كيجي كيحمق البنات كما شفتو مقطن، وكيجي اكثر من رائع البنات، ما تشبعوش منه، كيحمق عليه الصغير والكبار حتى كالضيوف كيحمر الوجه. نتمنى تجربوه ويعجب لكم، انا متاكد غادي يعجب لكم. نتمنى تشجعوني باللايك والتعاليق ديالكم اللي كتشجعني. نخليكم حتى الفيديو اخر، وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.